بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير عليكم او مساء الخير على حسب ما هتشوفوا الفيديو. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير يا رب. النهارده جولتنا سوق الجمعه اللي في سوق التونس الحضاري. سوق الجمعه يا جماعه بيبقى زي ما انتم شايفين كده، فرش في الشارع قدام مبنى سوق التونسي الحضاري. الفرش ده يا جماعه بيبدا من يوم الاربعاء لحد يوم الجمعه، الجمعه لحد اخر النهار يعني لحد المغرب مثلا كده. بيبداوا من يوم الاربعاء الصبح لحد يوم الجمعه بعد المغرب، بيفرشوا شغلهم في الشارع قدام مبنى سوق التونسي الحضاري. النهارده كمان شايفين حاجه غريبه، ان لقينا في ترابيزات مرصوص عليها شغل، وشغل كتير وحاجات حلوه وحاجات بندور عليها وبنستخدمها كتير، وبنحاول نشوف فين اماكنها وهي بتتباع فين عشان نقدر نجيبها. فالنهارده كان معظم شغلنا على الترابيزات اللي انتم شايفينها دي، يعني السوق عمال يتطور. بالنسبه للشغل اللي انتم شايفينه، الناس دي كانت اول مره تفرش في سوق الجمعه، لان هم جايين من سوق الامام طبعا عشان بيهدوا هناك المقابر، فابتدوا ينقلوا شغلهم على سوق التونسي الحضاري. سوق التونسي الحضاري موجود فين يا جماعه؟ على طريق الاوتوستراد اخر سور المجزر الالي، منطقه البساتين. لو عايزين تركبوا من السيده عائشه يبقى هتركبوا ميكروباص اخر السور، هتنزلوا اخر سور المجزر الالي وهتدخلوا على السوق، تاخدوا توك توك من اول الشارع يدخلكوا للسوق جوه. ده كده العنوان وكده الطريقه او المواصله اللي هتركبوها عشان توصلكوا للسوق بكل سهوله. زي ما قلت لكم السوق ده يوم الاربع والخميس والجمعه بس، تمام؟ من كل اسبوع بيبقوا موجودين اربع وخميس وجمعه. وبالنسبه لسوق التونسي هو مبنى منفصل تماما عن كل الشغل اللي انتم شايفينه ده، حتى سوق المناوله القديم وسوق المناوله الجديد برضو منفصلين تماما عن الشغل ده. ممكن تلاقوا ناس من سوق المناوله الجديد او القديم برضو فرشين وقاعدين بره يوم الاربعاء والخميس والجمعه، يعني بياخدوا جزء من شغلهم يعرضوه بره، بحيث ان بيبقى الناس اللي بتيجي لسوق الجمعه بره بيبقوا كتير، في ناس ما بتدخلش جوه فبيحبوا يعرضوا شغلهم بره معاهم. هنشوف بقى النهارده اجهزه كتير، هتلاقوا دراعات بلاي ستيشن، هتلاقوا كمان دي في دي، ريسيفرات، بيبي ليس، هتلاقوا حاجات كتيره جدا في وسط اللي انتم شايفينه ده، شواحن وموبايلات، يعني هتشوفوا حاجات كتيره قوي في وسط الترابيزات اللي احنا هنشوفها. بصوا هنا، دي ازازه زيت وازازه خل، شكلهم ظريف جدا، حلوين قوي. يعني هتلاقوا حاجات، بصوا المروحه دي اللي هي بتاعه الماسكات حلوه قوي، محتاجه حجاره بس، حاجات كده صغيره طبعا بالاضافه للاجهزه والموبيليا والعدد والحاجات اللي احنا والرفايع اللي احنا بنشوفها كل اسبوع برضو موجودين. بالاضافه دول بقى اللي زادوا عليهم الكام ترابيزه اللي احنا هنشوفهم، اللي هم حاطين عليهم يعني شويه رفايع كده بسيطه بنستخدمها كلنا في بيوتنا. بصوا ريموتات تكييف، وفي ريموتات تلفزيونات وريسيفرات، في راوترات، يعني تشكيلات حلوه جدا موجوده على الترابيزات دي. هنا كان الشاحن اللي قدامكم ده ب 60 جنيه، وكان عنده مجموعه شواحن كتير، اي شاحن فيها كان ب 60 جنيه يعني، وكان حاطط جزء هنا وهوريكم برده المجموعه اللي عنده. طبعا فكره ان احنا نحط شغلنا على الترابيزه دي فكره هي هايله جدا جدا جدا، بتريح كتير وبتوفر وقت كتير، بدل بقى ما تفضلوا تقلبوا وتوطوا في الشارع وتقعدوا في الارض وتفضلوا تقلبوا عشان تطلعوا حاجات انتوا عايزينها. الفكره دي جميله جدا. بص ريموتات التكييفات كمان، يعني لو عندك ريموت بايظ او في حاجه بايظه ومحتاج تاخد حاجه قطع غيار يعني وتركبها في الريموت اللي عندك، عشان انا عارفه ريموتات التكييفات قد ايه غاليه. وعنده اكتر من نوع، يعني مش نوع واحد، عنده انواع كتير في الريموتات كمان. بصوا مكاوي كمان، كمان دراعات البلاي ستيشن كمان شفتها كتير قوي. ده شغل نحاس في الاخر ده، بصوا هنا بقى مجموعة الشواحن زي ما قلت لكم، اي شاحن هنا كان ب 60 جنيه. طبعا كل حاجة وليها سعرها. دي بقى شوية رفايع كده كان حاططها في الارض،
كمان في مكان حلاقة، يعني في حاجات هتبقى تلاقوها شغالة، واعتقد ان هو عنده فيش، اعتقد يعني ممكن يجرب لكم اي حاجة انتوا عايزينها. في كمان بيبيليس، في سيشوارات، يعني هتلاقوا فيه حاجات كتيرة قوي، وتقدروا تجربوا كمان قبل ما تمشوا، تقدروا تاخدوها كقطع غيار، تقدروا كمان تاخدوها تصلحوها، وده اللي بيحصل كتير قوي وبشوفه، ان هما بياخدوا الحاجات دي بتتصلح وبترجع تتباع تاني، بتتباع باسعار حلوة جدا. يعني لو هتاخديها من هناك زي الشاحن اللي ب 60 جنيه دوت، لو هتاخدوه واذا كان في حاجة تتصلح بتصلحوها وبيرجع يتباع تاني بسعر كويس. وحاجات تانية كتير طبعا، معظم الحاجات اللي احنا بنشوفها قدامنا خصوصا الأجهزة الصغيرة دي ممكن تتاخد وتتصلح وتتباع بمبالغ حلوة جدا. هنا كمان خلاص بقى خلصنا أول ترابيزة وبنكمل بقى مع بعض. بصوا المطابخ هنا كمان كان في الانتريه ده، هو 2 كرسي مع الترابيزة مع الكنبة، وفي ورا برضو 2 كرسي كنبة تانية، هما كنبتين. بصوا هما كانوا متوافقين قوي مع السفرة دي، يعني لون التنجيد بتاعهم كان متوافق مع السفرة اللي هنشوفها دلوقتي. بصوا بقى كل دي دواليب، يعني غرف، هتلاقوا دواليب، هتلاقوا سراير، ابواب حديد زي ما انتم شايفين، ابواب خشب كمان. بصوا السفرة دي كانت حلوة قوي، 4x4 وحلوة جدا، شكلها جميل، وزي ما انتم شايفين هي تقريبا اللي موجودين دلوقتي 5 كراسي مع الترابيزة. بصوا انا رجعت تاني الانتريه عشان اوريكم التقارب اللي ما بين تنجيد الكرسي وتنجيد الانتريه، يعني الالوان متقاربة جدا من بعضها. بس للأسف انا ما كنتش لاقية صاحب السفرة عشان اسأله على سعرها. طبعا العجل هناك هتلاقوا حاجات كده زي ما انتم شايفين متهالكه، هتلاقوا في حاجات سليمه وكويسه جدا. بصوا بقى العربيات كانت لسه بتنزل في شغلها، زي ما انتم شايفين كده اجهزه ومفروشات وموبيليا، معظم اللي بينزل هناك كمان اجهزه، غسالات، ثلاجات، بوتاجازات، شاشات، يعني حاجات كتيره. بصوا دي كانت اوضه نوم لسه منزلينها، في النجف ده كمان، طبعا النجف هتلاقوه هناك كتير سواء كان نحاس او نجف عادي. دي اوضه نوم، وبالنسبه للي انتوا طلبتوه مني عشان اصوره لكم الفيديوهات الخاصه بحاجات معينه انتوا عايزين تشوفوها، انا بجمعها عشان ابتدي اصورها لكم وانزلها لكم على مدار الاسبوع ان شاء الله. فانا بس لسه بجمعها عشان ابتدي اشوف مين اللي هصور عنده الحاجات اللي انتوا طلبتوها. بصوا كمان النجف ده حلو قوي، الجرايه دي كان بيقول ب 3000. بصوا العربيات مليانه شغل وبتنزل، ده كل الكلام ده يا جماعه كان يوم الاربع، يعني بصوا الشغل بينزل لحد تقريبا احنا كنا بعد العصر او كان العصر بيأذن في الوقت ده، والعربيات لسه بتجيب شغل وبتفضيه، فيعني ممكن تنزلوا يوم الاربع ده تقضوه كله في السوق. هنا لقينا الشفاطات الجديده دي، وكان سعر الشفاط 250 جنيه. لو نزلتوا يوم السبت وقضيتوه كله هناك، يوم الاربع سوري، وقضيتوه كله هناك، هتقدروا تجيبوا حاجات لقطه حلوه كتير جدا، لان بيبقى لسه الشغل نازل، لسه مفيش زحمه، مفيش هجوم عليهم، فبيبقى الوقت ده حلو قوي. ده نجف برضو. هنا بقى لقينا الكتب اللي انتوا شايفينها دي، برضو كان صاحب الكتب دي كان بيصلي، ما كنتش عارفة الاسعار بصراحة، ومش عارفة اذا كان بيبيع كل حاجة بسعر ولا كلهم بسعر واحد. لقينا كمان المشروبات اللي انتوا شايفينها دي، كان في كركديه، نعناع، ينسون. العلبه الكبيره اللي انتوا شايفينها دي كانت تقريبا كان فيها 55 باكت، كانت ب 55 ب 15 جنيه.
بصوا حتى كمان بصيت على تاريخ الصلاحية بتاعها لقيته ممتد لحد 2025. هبصوا هجيبها لكم اهي، ممتد ل 2025، وكان في منه كميات ما شاء الله يعني حلوة. وكمان كان في علب صغيرة هنشوفها برضو مع بعض، كان في بقى ينسون وكركديه و شاي اخضر بالنعناع، شاي اخضر بالليمون، كان في ليمون بالنعناع، كان في ليمون بالجنزبيل، يعني كان في تشكيلة حلوة. وده كركديه وينسون ونعناع بس. والناحية التانية هنشوف الباكت الصغير وكله تاريخ الصلاحية عليه 2025. بصوا الصغير ده كانت 3 علب فيهم 10 جنيه، وبرده تاريخ الصلاحية كان 2025. وزي ما قلت لكم ده بقى اللي موجود فيه الليمون بالجنزبيل، الليمون بالنعناع، الشاي الأخضر بالنعناع أو بالليمون، مع الكركديه طبعا واليانسون والنعناع. ما شاء الله كانت كمية كبيرة، وكان شكلها زي ما انتم شايفين كده نظيفة جدا، وشكلها يعني ينفع تستخدم، وكمان سعرها كان حلو قوي. بصوا ده ليمون بالنعناع، وده كان ليمون بالجنزبيل. هنا بقى احنا وصلنا عند عم الجمعة. تعرفين عم جمعة بيبقى عنده شوية انتيكس كده بسيطة على قده، يعني مثلا الطقم اللي انتوا شايفينه ده يعني على قد ما هو متبهدل جدا، والقماش بتاعه عايز يتظبط، والكانيه بتاعه عايز يتظبط، بس حاجات من الحاجات القديمة اللي الناس بتدور عليها. الطقم ده كان ب 6000 جنيه، كان معايا شوية اباليك كده مع نجفة حلوين جدا نفس الشكل، سواء كان الاباليك او النجف. الاباليك دي الابليك الواحد ب 500 جنيه، زي ما انتم شايفين كده اشكالهم حلوة جدا. ده شكلها اهو، شكلها تحفة. والنجفة برضو واخدة نفس الشكل، كل ده نحاس يا جماعة. طبعا الخشب والشغل بتاع الطقم ده حلو جدا. انتوا اكيد الناس اللي بتفهم في الحاجات القديمة دي فاكيد هي عارفاها. بصوا دي النجفة ب 3500 جنيه، نفس شكل الاباليك بالظبط، وكلها نحاس. كان عنده الكراسي دي، عنده كتير منها، كان الكرسي بيبيعه ب 700 جنيه. ده عم جمعة اللي على الشمال، دي مجموعة الكراسي اللي موجودة عنده. وكان عنده الشمعدان ده مع الأباجورة. وكده تبقى جولتنا خلصت في سوق الجمعه، في سوق التونسي الحضاري او اللي فارش قدام سوق التونسي الحضاري. يا رب تكون جوله النهارده عجبتكم. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم لايك وشير للفيديو، لاول مره تشوفوني تعملوا سبسكرايب للقناه، وما تنسوش تابعوني على صفحتي على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى التيك توك والتليجرام، وكل اللينكات دي هتلاقوها في الديسكريبشن بوكس. اشوفكم في جوله جديده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.